تحت العنوان الكبير ماذا نريد من الرئيس، أنا برضو شايف إن السؤال محتاج تغيير في كلمة الرئيس، يعني إن إحنا ممكن نقول السلطة، ماذا نريد من السلطة، لأن إحنا اللي إحنا شايفينه في مصر دلوقتي مش شخص واحد بيدير البلد، ولا يعني إحنا مش عارفين أنهي الأزرع بالضبط ضمن القرارات المتناقضة والإشارات، يعني أحياناً نلاقي تهدئة وبعد كده نلاقي تصعيد، أحياناً نلاقي أحكام قضائية تسلج الصدور وبتعيد يعني للناس الأمل، وبعد كده نلاقي أحكام متناقضة معاها. فماذا نريد من السلطة بشكل عام؟ أنا هتكلم في 9 نقاط بشكل مختصر. أول نقطة، يعني أعتقد إن إحنا محتاجين ترميم للعقد الاجتماعي بين المصريين وبين السلطة، مش هقول الدولة لأن الدولة ثابتة، لكن السلطة أو النظام بيتغير. أنا شايف إن العقد الاجتماعي زي ما احنا عرفناه هو عقد بيربط ما بين المواطنين وما بين السلطة اللي موجودة. أنا كمواطن بتنازل عن بعض حقوقي من أجل أن أحصل على حقوق أخرى، فإذا لم تؤدي السلطة هذه الحقوق فالعقد الاجتماعي دوت يمكن فسخه. يعني هذا العقد الاجتماعي ليس يعني زواجا كسلوكيا وليس علاقة أبدية. والأخطر إن يحصل فسخ صامت لهذا العقد الاجتماعي، إن المواطن نفسه يحس إن هو الدولة اللي هو موجود فيها أو السلطة اللي بتحكمه لا تعبر عنه، فبالتالي لن يخضع لقوانينها، وبالتالي يعني لن يحترم ما تقوله هذه السلطة، وده إحنا شايفينه يعني بكمية كبيرة جدا أو في مشاهدات كتير جدا، وهذا الأمر خطير. فإنقاذ العقد الاجتماعي من الانهيار أنا شايف هو المسألة الأولى، لأن إحنا لو انهار العقد الاجتماعي فمش هيبقى فيه دولة. هم قاعدين يقولوا إن الأمن قبل الديمقراطية، الأمن قبل الديمقراطية، وطبعا ده بالنسبة لي كلام خرافة، يعني فيش حاجة اسمها الأمن قبل الديمقراطية، الأمن لن يتحقق إلا بالديمقراطية. والناس اللي بتعارض أنتوا طابور خامس، أنتوا خونة، الدولة هتسقط، لا، هو اللي هيسقط الدولة هو سقوط العقد الاجتماعي.